بص على حاجات معينة، بص على الأسئلة الكهربائية، بص على المكان نفسه، على الحاجات دي لسه ما تعملش، لسه بنبص على حاجات. لسه عايز أبص على الصوت، على الشيب بورد. اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا سيدي. عملوا المخيمات الألمانية دي، وده تكييف مركزي. احنا في عرف بنركب تكييفات اللي هي الايه السبريد، شفتوها امبارح هناك كهرباء، لكن ده تكييف مركزي اللي هو بتاع المخيمات ثابته. هي الموضوع موضوع نظافه، وبعدين هتلاقي بكره لو جينا